السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة ليلى رحالي. نتمنى تكونوا كاملين على خير وبخير. اليوم جبت لكم الفطائر التركية، الفطائر الشهية بجوج ديال الحشوات. الحشوة الأولى بالسبانخ والجبن أو ليزيبيناغ والفرماج، والحشوة الثانية بالكفتة والخضرة أو اللحم المفروم. كيجيو رائعين ولداد بزاف بعجينة جد قطنية على طريقة المحلات التركية أو المقاهي التركية مع أسرار النجاح. نتمنى إن شاء الله يعجبوكم وتجربوهم، ونخليكم مع المقادير وطريقة التحضير. المقادير: كنحتاجو معلقه صغيره ديال الملح، 60 غرام ديال الياغورت الطبيعي، جوج معالق كبار ديال الخميره ديال الخبز، 100 مليلتر ديال الحليب الدافئ، 50 مليلتر ديال الزيت النباتيه، 4 معالق كبار ديال السكر سنيده، السكر خشن، بياض بيضة، وكنحتاجو 50 مليلتر من الماء الدافئ، و 500 غرام ديال الدقيق الأبيض أو الفورس. كنحتاجو ساشي ديال الخميرة ديال الحلوى أو الخميرة الكيماوية ديال 16 غرام. وكنبداو بسم الله بتحضير العجين. كنديرو في الاول الماء، وكنضيفو ليه الزيت وبياض البيض، وكنضيفو الياغورت طبيعي، وكنضيفو حبيبات الخميره او الخميره ديال الخبز، كنضيفو الماء الدافئ والسكر الخشن، وفي الاخير كنضيفو ساشي ديال الخميره ديال الحلوى، وكنخلطو الكل جيدا. من بعد ما خلطت الخليط ضفت ليه معلقه صغيره ديال الملح، وكنضيفو ليه الدقيق اللي كنغربلوه. طبعا كنقولها لكم وغنعاود نقولها لكم، ضروري تغربلو الدقيق. وكنعجنو العجينه لمده ديال 10 دقائق حتى كتولي عندنا واحد العجينه متماسكه كما كتشوفوا. كنخليوها ترتاح ما بين ساعه حتى ساعتين في مكان دافئ. وبالنسبة للمقادير: الحشوة الأولى كنحتاجو 300 غرام ديال الكفتة أو اللحم المفروم، وكنحتاجو البصلة كبيرة مقطعة رقيقة بهذا الشكل هذا، وفلفلة خضراء حلوة ما تكونش حارة، وجوج مطيشات مقطعينهم تاهم رقاق بهذا الشكل هذا، جوج ديال المعالق كبار ديال المعدنوس، ومعلقة كبيرة من مركز الطماطم، قليل من الملح، معلقة صغيرة ديال السودانية كتبقى اختياري، يمكن لكم تستغناو عنها، انا كتعجبني من كتكون حاره، والقليل من زيت الزيتون او زيت العود، جوج معالق صغار ديال التحميره او الفلفل الاحمر. كناخذ واحد الاناء وكنديروا فيه الكفته، وكنديروا فيه باقي المقادير، وكنخلطوهم مزيان حتى كيتجانسوا لينا كاع المقادير.
وكنغطيو هذا الخليط وكندخلوه للثلاجة لمدة ساعة حتى ثلج سوايع بين ما خمرت لينا العجينة. وبالنسبة للحشوة الثانية كنحتاجو 300 غرام ديال لي زيبيناغ من بعد ما غسلتهم وقطعتهم بهذا الشكل وخليتهم تنشفوا باش ما يطلقوش لينا الماء. وكنحتاجو 250 غرام ديال الجبن المفروم او الفرماج محكوك و 300 غرام ديال الموتزاريلا. وكنحتاجو لزيت الزيتون والقليل من الابزار او الفلفل الاسود والملح والفلفل الاحمر او التحميره والقليل من السودانيه حتى هي كما قلت لكم كتبقى اختياريه. كناخذوا لي زيبيناغ او السبانخ كنديرهم في واحد المقلاه فوق النار وكنضيفوا لهم زيت الزيتون والملح والسودانيه والفلفل الاحمر والفلفل الاسود وكنحركهم بهذا الشكل هذا وكنخليهم مده 5 حتى 4 دقائق وكنحيدهم من فوق النار وكنحتفظوا بهم كنخليهم حتى كيبردوا. وهذا هو الشكل ديال العجينه من بعد ما خمرات كيتضاعف الحجم ديالها. كنخويوها من الهواء كما كتشوفوا البنات كتجي رطبه بزاف. وكنقسموها على 8 ديال الاجزاء وكنغطيوهم وكنخليهم يرتاحوا لمده 5 ديال الدقائق. وكندوزو لطريقه تشكيل العجين. كنرشو القليل من الفورز او الدقيق الابيض وكنحاولوا نسرحوها بهذا الشكل هذا يكون مستطيل. وهذا هو السمك ديال العجين كيكون بهذا السمك هذا. وكناخذوا القليل من زيت الزيتون او زيت العود كندهنوا به العجينه. زيت الزيتون كيعطيها واحد النكهه. وهنا كناخذوا الحشوه ديال اللحم مفروم او الكفته وكنسرحوها خاصها تكون رقيقه باش تطيب لينا هاد الحشوه اثناء طهي البيتزا. وكنبداو نطويو في العجينه كنبداو نطويو في الجوانب ديال العجين بهذا الشكل كنحاولو نشكلو بحال القارب. ونحاولو نضغطو شويه بصبعنا باش ما تحلش لينا العجينه اثناء الطهي. وهذا هو الشكل ديال الفطيره ديال اللحم المفروم. وهنا كندوزو لتحضير الشكل الثاني ديال الفطائر اللي بلي زيبيناغ او السبانخ. كندهنوهم بالقليل من زيت الزيتون وكنرشوهم بالجبن المبشور او الفرماج محكوك والقليل من الموتزاريلا. وكنضيفو لي زيبيناغ او السبانخ من بعد ما بردو. بالنسبة للبنات الحشوة كتبقى اختياري يعني يمكن لكم ديروا اي حشوة. انا هنا درت هاد الحشوة يعني اللي كيستعملوها الاتراك الحشوة الاصلية اللي كيستعملوها الاتراك هنا في المقاهي وفي المحلات التركية. هذا هو الشكل ديال الفطائر. وهنا بقات ليا من الحشوة ديال اللحم مفروم والسبانخ اللي يمكن لكم تستعملوها كحشوة البريو السالي او الخضار كيبقى الاختيار لكم. وهادو هما الفطائر من بعد ما خمروا كندهنهم بمعلقة كبيرة ديال الياغوت الطبيعي وبيضة كندهنهم بهذا الخليط اللي كيعطيهم واحد اللون ذهبي. وكندخلوهم على فران مسخنينه من قبل على 200 درجة لمدة 10 دقائق حتى 15 دقيقة.
وهنايا ضفت صفر ديال البيضه، يمكن لكم ما تضيفوهاش، كيبقى الاختيار لكم. كما قلت لكم الحشوه كتبقى اختياري. وهذا الشكل النهائي ديال الفطائر من بعد ما خرجتهم من الفران، كيجي ولداد بزاف ورائعين، لا في المنظر ولا في المذاق، والشكل ديالهم كيشهي كما كتشوفوا. انا هنا اختاريت نقدمهم على الطريقه التركيه، على الطريقه الاصيله التركيه، مع القليل من صلصه الياغوت والبصله وماتيشه والقليل من السلطه وعصير ليمون او عصير الحامض اللي كيعطيهم واحد النكهه رائعه. نتمنى ان شاء الله الوصفه ديال اليوم تنال اعجابكم، ولا عجبكم الفيديو شاركوه مع الاحباب والاصدقاء، وما تنساوش تضغطوا على زر لايك وتفعلوا الجرس باش يوصلوكم كل فيديوهات. بسلام عليكم، الى فيديو قادم ان شاء الله.